تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام سنتوقف مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة. سنكمل مشوار تغطية صدى الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية كالمعتاد، ستكون مع أحداث واستحقاقات رياضية للأندية العراقية، ومنها نادي القوة الجوية بطل كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الثالثة. من بين المحطات الأخرى لهذا اليوم لدينا لقاء مع الوسط الرياضي وقضايا ومحاور مختلفة، فضلا عن وقفات مع بطولات وأخبار رياضية منوعة. مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات البرنامج لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية المختلفة، ونبدأها مع المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي بين القوى الجوية ونظيره آلتين آسير التركمانستاني التي جرت على استاد جذع النخلة في البصرة. القوى الجوية الممثل الأول للكرة العراقية في هذه البطولة حصد بجدارة واستحقاق كبيرين كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثالثة على التوالي بفوزه بهدفين نظيفين. فريق الجوية بدأ المباراة ضاغطا وافتتح التسجيل عبر مهاجمه حمادي أحمد في الدقيقة 22. في الشوط الثاني بقي فريق الجوية متزعما على مجريات اللقاء، حيث لم يمهل ضيفه كثيرا عندما أضاف لاعب الزوراء السابق إبراهيم بايش هدف التفوق الثاني في الدقيقة 57، وأهدر فريق آلتن أسير ركلة جزاء في الدقيقة 65 بعدما سدد سليم نور مرادوف الكرة فوق العارضة ليحافظ الفريق العراقي على تقدمه حتى النهاية، ليحصد اللقب بين جماهيره وجماهير الكرة العراقية بشكل عام، ليصبح القوى الجوية العراقي أول فريق يتوج بلقب البطولة لثلاث مرات متتالية، علما بأن فريق الكويت الكويتي فاز باللقب ثلاث مرات غير متتالية أعوام 2009، 2012 و2013. جمهورنا الرياضي متواصلين مع أخبار الجوية. الممثل الناجح للكرة العراقية في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذه المرة مع قائد فريق القوى الجوية حمادي أحمد، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموسم 2018، وساهم حمادي أحمد بفوز فريقه بعدما سجل هدف الصقور الأول في المباراة الختامية. وسجل حمادي 8 أهداف في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وساهم في صناعة العديد من الأهداف لزملائه في الفريق. من جهته كشف حمادي بأن هدفه في المباراة الختامية يعتبر الأجمل بالنسبة له، لأن إحراز هدف حسب قوله في مباراة اللقب الثالث وهو قائد للفريق فإن قيمة ذلك كبيرة له كلاعب. وكشف مهاجم القوى الجوية حمادي أحمد أنه يتطلع لحصد جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2018. مشاهدينا الكرام، في السياق نفسه أكد مدرب نادي القوى الجوية باسم قاسم أن فريقه نجح في تطبيق الخطة المناسبة من أجل التغلب على الفريق التركمانستاني في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. وأضاف قاسم: نهدي هذا الفوز لجماهير الكرة العراقية بشكل عام،
وجماهير مدينة البصرة وجمهور نادي القوى الجوية الذين وعدناهم بتحقيق المزيد من الإنجازات للنادي. وتابع أنا سعيد لنجاحي في قيادة الفريق للقب الثالث وللمرة الثانية على الصعيد الشخصي وأنا على رأس الجهاز الفني، وستكون طموحاتنا أكبر في السنوات المقبلة ونسعى للوصول إلى التتويج والظفر بلقب دوري أبطال آسيا. بالتأكيد مشاهدينا الكرام نقول مبارك هذا التتويج للعريق إدارة وجهازا فنيا ولاعبين وجماهير الفريق العريق والكرة العراقية بشكل عام. جمهورنا الرياضي، دعونا الآن نتوقف مع أخبار ممثل الكرة العراقية الآخر في المشاركات الخارجية وهو نادي النفط. سنتعرف على آخر أخباره في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص. خليكم ويانا وتابعوا صدى الرياضة. أكد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم وفاة مالكه الثري التايلندي فيتشاي في حادث تحطم مروحية واحتراقها في موقف سيارات ملعبه بعد إقلاعها، وكان على متن المروحية 4 أشخاص آخرين لقوا أيضا مصرعهم في الحال. في ختام مباريات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، اكتفى فريق مانشستر سيتي بهدف واحد في شباك توتنهام جاء بتوقيع رياض محرز، وارتفع بذلك رصيد المان سيتي إلى 26 نقطة في المركز الأول، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 21 نقطة في المركز الخامس. حافظ ليفربول على مستواه وتألقه بحصد النقاط بعد فوزه على ضيفه كارديف سيتي برباعية مقابل هدف، ورفع بذلك ليفربول رصيده إلى 26 نقطة ليكون في الوصافة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب. فيما واصل فريق تشيلسي طموحه بالوصول إلى قمة الترتيب بعدما هز شباك مضيفي بيرلي برباعية نظيفة، وبهذا الفوز ارتفع رصيد تشيلسي إلى 24 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول، بينما تجمد رصيد بيرلي عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر. وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة كريستال بالاس وأرسنال، وبهذا التعادل ارتقى أرسنال للمركز الرابع برصيد 22 نقطة، كما ارتقى كريستال بالاس للمركز الرابع عشر بثماني نقاط. وعلى ملعب أولد ترافورد مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، وأدى بوجبا دورا محوريا في فوز فريقه ورفع رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن على حساب ضيفه. مشاهدينا، أقيم مؤخرا ماراثون أربيل الدولي بنسخته 7 والذي يتضمن 3 مسابقات بمشاركة واسعة من جميع الفئات والأعمار المختلفة. وعلى الرغم من حالة الطقس البارد والأمطار الغزيرة إلا أن الجميع كان متواجدا بهذا الحدث للمشاركة في ماراثون أربيل الذي كان يحمل شعارا بعنوان السلام الأمان والإعمار. تفاصيل أكثر عن الماراثون في القراءة التالية، نتابع. انطلقت فعاليات ماراثون أربيل الدولي بنسخته 7 والذي يتضمن على 3 مسابقات بمشاركة كبيرة من الرياضيين والمتابعين والمحبين للعبة، جاءوا من كل محافظات العراق للمشاركة في هذا الماراثون الذي انطلق تحت شعار السلام والأمان والإعمار. وقد تم تحديد المسابقة الأولى بمسافة 4 كيلومترات تكون عبارة عن منافسة مفتوحة للجميع من أجل الهدف الرياضي ومن أجل إطفاء روح المرح لبعض المشاركين، والمسابقة الأخرى عبارة عن منافسة لمسافة 12 كيلومتر، وأخيرا مسابقة الماراثون الكامل المعتمد والذي يجرى سنويا. قمنا اليوم بإجراء ماراثون أربيل الدولي 7 التي تضمن 3 مسابقات. المسابقة الأولى عبارة عن 4 كيلومتر، مسابقة مفتوحة للجميع من أجل المرح من أجل الرياضة فقط، مسابقة 12 كيلومتر ومسابقة الماراثون الكامل والذي يجرى سنويا من قبل منظمتنا. نحن الجهة الوحيدة التي قمنا لحد الآن بتنظيم هذه المسابقة. الحمد لله نسبة المشاركة جيدة جدا رغم الظروف الجوية السيئة يعني نسبيا،
المشاركة الدولية جيدة جدا. هناك متسابقون جاءوا خصيصا للمشاركة في ماراثون أربيل الدولي والذي يحمل شعار سلام أمان إعمار. وجاء تنظيم ماراثون أربيل في ظروف مناخية صعبة، وعلى الرغم من هذه الظروف الجوية السيئة نسبيا، إلا أن المسابقة شهدت حضورا رياضيا كبيرا من المشاركين الذين كانوا متحمسين كثيرا للمساهمة في هذا الحدث الرياضي للتعبير عن حبهم وولائهم للعبة وللرياضة بشكل عام رغم معاناتهم القاسية وظروفهم الخاصة. جئت من محافظة كركوك إلى محافظة أربيل لكي أشارك في ماراثون الدولية التي تقام في أربيل كل سنة، وأتمنى في كل محافظات العراق أن يكون هذه الماراثون سنويا حسب الأعمار، وأنا معوق ورياضي قديم. هدفنا من المشاركة ومشاركة الطلبة هو التعرف على مسابقات الماراثون وحثهم على ممارسة الرياضة لاستفادة أجسامهم منها لكي يتعودوا على مسابقات الماراثون. وهذه السنة هدفنا هو المشاركة، ولكن في السنة القادمة سيتسابق طلبتنا من أجل المنافسة على المراكز الأولى في الماراثون. وتبقى أهداف الرياضة بشكل عام وكذلك هذا الماراثون هو إيصال رسالة السلام والمحبة والتواصل والتقارب بين الأفراد والمجتمعات، إن كان الحدث الرياضي في الداخل أم في الخارج. جمهورنا الرياضي، نكمل مشوارنا مع الأخبار المحلية، وهذه المرة مع منتخبنا الوطني بكرة القدم الذي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا الجديد، حيث حافظ المنتخب على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر مؤخرا. وجاء منتخب أسود الرافدين في المركز 89 برصيد 1270 نقطة، واحتل المنتخب الوطني على المركز 11 على مستوى قارة آسيا، جاء بعد منتخبات إيران واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وسوريا والصين ولبنان والإمارات وعمان، فيما جاء في المركز 10 على مستوى المنتخبات العربية بعد تونس والمغرب ومصر والجزائر والسعودية وسوريا ولبنان والإمارات وعمان. وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي، فيما جاءت فرنسا في المركز الثاني وحلت البرازيل في المركز الثالث ثم كرواتيا بالمركز الرابع. بجمال دجلة والكرات وبعراقة بابل ومعلقاتها، لا تخسر أنت يا عراق، عظيمة يا عراق، العودة في هذه اللحظات، عادوا في وقت العودة. مشاهدينا، من جهته أعلن مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيش عن القائمة الأولية لأسود الرافدين التي ستخوض مواجهة بوليفيا الودية في تشرين الثاني، وقد اختار كاتانيش 30 لاعبا للقائمة الأولية، وستقام المباراة بين المنتخبين في 15 من شهر تشرين الثاني المقبل على الأراضي الإماراتية. مشاهدينا متواصلين معكم، دعونا نتوقف قليلا مع فاصل، نواصل بعده فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. الله، حبة كريس المنتخب العراقي، تصويبة تاني، لا 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 لا، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد، علي فايز في اللقطة الأخيرة، هو الفايز بتصويبة من 38 يردة، حطها برجليه وكأنه حطتها بإيديه، 1-1، الله عليك يا ولد.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي، هذه المرة إلى الكلاسيكو الكبير والمثير بين برشلونة وريال مدريد في ليلة حزينة لأنصار الريال ومكملة لسلسلة المستوى المتذبذب في هذا الموسم. في ليلة هي قاسية شهد سقوط النادي الملكي ريال مدريد بخماسية أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو على ملعب الكامب نو في إطار مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني الليغا. أحرز أهداف برشلونة كوتينيو وفيدال هدفا لكل منهما، وأحرز لويس سواريز الهاتريك في مرمى النادي الملكي. أما الهدف الوحيد لريال مدريد أحرزه البرازيلي مارسيلو، وهذا هو الفوز الثاني تواليا لبرشلونة محليا بعد 3 تعادلات وخسارة واحدة، رافعا رصيده إلى 21 نقطة ومستعيدا الصدارة من القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد الذي كان قد تغلب على ريال سوسيداد بهدفين نظيفين. بالمقابل مني الريال بخسارته الرابعة في آخر 5 مباريات في الدوري المحلي، فيما بات مصير المدير الفني غولين لوبيتيغي في مهب الريح. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وهذا اللقاء المثير الكلاسيكو تحققت على أرض الملعب في الكلاسيكو المثير بين برشلونة وريال مدريد، تحققت 9 أرقام قياسية، إذ أحرز لويس سواريز الهاتريك رقم 11 هدف في مرمى النادي الملكي في تاريخ مباريات الكلاسيكو، ويعتبر سواريز أول لاعب يسجل هاتريك في الكلاسيكو منذ مارس 2014 حين كان آخر هاتريك من نصيب ليونيل ميسي، والهاتريك هذا يحمل رقم 25 في تاريخ مباريات الكلاسيكو. أما كوتينيو فهو 10 برازيلي يسجل أهدافا في الكلاسيكو من جانب برشلونة، وأول مباراة كلاسيكو يتم فيها اللجوء لتقنية الفيديو الفار والتي منحت برشلونة ركلة جزاء، وحافظ فريق برشلونة على سلسلة عدم الخسارة على ملعبه ب 42 مباراة، فوز 33 تعادل 8، وهي أطول سلسلة له منذ فبراير عام 1977. والنجم التشيلي فيدال سجل أول هدف له مع الفريق منذ انضمامه بالصيف الماضي، وجاء الهدف في أول كلاسيكو ومن أول لمسة. أما فريق ريال مدريد فقد خسر 4 مباريات على التوالي في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ مايو 2009، وهذه الخماسية لبرشلونة تعد الأولى منذ عام 2010 حين فاز على ريال مدريد بخماسية مقابل لا شيء. أما على صعيد المدربين فأن لوبيتيغي 6 مدرب يخسر في أول كلاسيكو له من ضمن آخر 7 مدربين لريال مدريد، وبالنسبة لنجمي الكرة في الوقت الراهن يعد هذا الكلاسيكو أول مباراة يغيب عنها رونالدو وميسي منذ آخر مرة غاب عنها الثنائي في عام 2007، إذ كان رونالدو في وقتها لاعبا بصفوف مانشستر يونايتد، بينما تعرض ميسي لإصابة قوية. جمهورنا الرياضي، نبقى مع تصريحات وتبعات الكلاسيكو الكبير بين برشلونة وريال مدريد، إذ وصف لوبيتيغي المدير الفني لريال مدريد الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا بهدف ل5 أهداف بالخسارة المؤلمة،
وقال لوبوتيغي في مؤتمر صحفي أن الخسارة مؤلمة دائما وتكون أكثر وقعا عندما تخسر ضد برشلونة في ملعبهم، وأضاف أنه كانت لدينا الفرصة للتسجيل والفوز في المباراة بالشوط الثاني لكن عانينا من العديد من الإصابات، وأوضح أنه حزين بعد نتيجة هذه المواجهة، وغرفة الملابس كانت حزينة أيضا. الغريب بالأمر دائما كان يعتقد لوبوتيغي بأنه يملك القوة والقدرة على يعني زمام الأمور، ويعتقد بأن يعني لديه الإمكانات للتغيير، ومعتقدا أيضا يعني أن وضعية الفريق يعني من الممكن أن تتغير تدريجيا في ظل يعني قيادته للريال. المهم نعود إلى تصريحاته، اختتم المدير الفني للريال بالقول: أنا المدرب وأنا المسؤول عن تصحيح الوضع ولن أتحدث عن الإقالة لأنه ليس قراري. لكن هنالك تصريحات صحفية ومنها صحيفة ماركا الإسبانية بأن لوباتيغي ودع لاعبي الريال بعد انتهاء المباراة في غرفة تغيير الملابس، وقام بشكرهم على الفترة التي تولى فيها قيادة الريال لمدة 4.5 أشهر. مشاهدينا الكرام، بالجهة المقابلة أكد فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أنه لم يتوقع الفوز الكاسح على ريال مدريد 5-0 في الدوري الإسباني لكرة القدم، وقد أكد فالفيردي بالقول: كنت أتوقع الانتصار بصورة اعتيادية على ريال مدريد لكن ليس بهذا العدد الكبير من الأهداف، فهو انتصار تاريخي بالنسبة لي. وأضاف ريال مدريد: في الشوط الثاني فاجأنا ولكن كسبنا مساحات في ملعبهم، وكنا نحتاج القوة البدنية والسرعة في الشوط الثاني، لذلك قمت بإجراءات تلك التبديلات. وتابع المدير الفني لبرشلونة تصريحاته قائلا: شخصيا بعد الانتقادات أقول بأننا عندما نفوز نشعر بالهدوء والسعادة، وعندما نتعثر نكون بالقرب من الجحيم. واختتم فالفيردي بالقول: أتقبل الانتقادات وأشعر اتجاه ذلك بالموقف الصعب. وأوضح أن مباراة الكلاسيكو كانت كالملاكمة، فالبارسا أثبت على هويته بعد إصابة ميسي، لقد انتصرنا في المباريات كافة بهذا الأسبوع الصعب. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام جمهورنا الرياضي، نبقى مع تصريحاتي وتبعات هذا الكلاسيكو الكبير والمثير بين برشلونة وريال مدريد. هذه المرة سننتقل إلى لاعبي الفريقين، إذ أعرب اللاعب الدولي البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط فريق ريال مدريد عن خيبة أمله عقب الهزيمة أمام فريق برشلونة في الدوري الإسباني 5-0. وقال كاسيميرو في تصريحات عقب المباراة أن الصورة التي قدمناها أمام برشلونة هي تعبر عن حالنا في هذا الموسم، نحن لا نعمل بشكل جيد ولا يمكن أن نلقي اللوم على المدرب فقط، يجب علينا كلاعبين أن نقاتل أكثر في الميدان. وأضاف كاسيميرو أن ما حدث في الكلاسيكو ليس له علاقة بمراكز اللاعبين داخل الملعب أو التكتيك، الأمر يتعلق بنا كلاعبين، يجب علينا أن نجتهد ونركض أكثر في الملعب وأن نقاتل ونقدم المزيد. هذا النادي دائما مطالب بتقديم كل شيء، والنتيجة توضح ما نمر به هذا الموسم. تابع أيضا: يجب أن نتحلى بالهدوء وبالمزيد من الصبر، نحن نعلم أننا لم نلعب بشكل جيد ونحن دائما نريد التحسن لأننا نعلم أننا لسنا في أفضل حالاتنا، وكانت هنالك حالة من الفوضى الكبيرة. وبين كاسيميرو: لا يمكن الحديث عن المدرب الآن، اللاعبين هم المسؤولون عن نتيجة الكلاسيكو، نحن لا نلعب بشكل جيد وعلينا أن نكون أفضل في قادم
الأيام. نبقى مع لاعبي الريال، هذه المرة مع قائد الفريق سيرجيو راموس الذي يعني أكد أن الفريق الملكي لن يموت وقادر على العودة رغم البداية الصعبة، موجها رسالة للمدرب القادم أنطونيو كونتي المعروف بصرامته وفرضه للانضباط داخل غرفة الملابس وخارجه. وأضاف قائد الريال أن فريقه يمر بفترة سيئة وسيقاتل من أجل العودة ولقب الليغا، وقال نحن متأخرون بعشر نقاط فقط وريال مدريد لن يستسلم ويجب العمل لتغيير الوضع الحالي. وأضاف منحنا برشلونة 45 دقيقة وحين عدنا للقاء فشلنا للأسف بإحراز التعادل وتلقينا الهدف الثالث أمام فريق يضم مواهب كثيرة في المرتدات، وهنالك عدة أشياء يجب التفكير وإعادة النظر فيها واستخلاص النتائج للتطوير. طبعا متواصلين مع هذه المباراة، مع هذا الكلاسيكو، مع تبعات هذا الكلاسيكو مع لاعبي الفريقين، هذه المرة إلى برشلونة، إذ أعرب لاعب فريق برشلونة لويس سواريز نجم هذا اللقاء عن سعادته بعد الفوز الكبير أمام فريق ريال مدريد، واصفا زميله ليونيل ميسي بالأفضل في العالم. وتمكن النجم الأرجواني من إحراز 3 أهداف في غياب زميله ميسي للإصابة. وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية: لقد نجحنا في حسم المباراة بطريقة رائعة وبشكل عام قدمنا أداء مميزا سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي. وأضاف: نجحنا في التغلب على الصعوبات كافة التي واجهناها في المباريات السابقة. وأضاف: ريال مدريد ترك الكثير من المساحات الفارغة من خلفه ونجحنا في استغلالها بشكل مماثل. وواصل سواريز: لقد كان لدي أسبوع مميز للغاية، خاصة بعد أن استقبلت مولودا جديدا احتفلت به من خلال أهدافي. الشيء المهم هو أننا حققنا هذا الفوز. وختم بالقول: من الأفضل أن يتواجد معنا ميسي، إنه الأفضل في العالم، ولكن علينا أن نفتخر بأنفسنا، لقد أثبتنا وجودنا كفريق قوي بدون وجوده مع مدرب رائع. مشاهدينا الكرام، يعني قبل أن نغلق صفحة الكلاسيكو وطبعا المثير بين برشلونة والريال، يعني ووفقا للتقارير الصحفية الأخيرة، فإن بيريز رئيس نادي ريال مدريد كان قد توصل إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لخلافة لوبيتيغي في تدريب النادي الملكي، وأن مدرب تشيلسي السابق سيصل إسبانيا لتولي منصبه الجديد. وذكر صحيفة الماركا الإسبانية أن في حال عدم وصول كونتي سيتولى سانتياغو سولاري مدرب فريق الشباب مسؤولية تدريب الفريق الأول مؤقتا في مباراة الريال في كأس الملك يوم الأربعاء. مشاهدينا، بخصوص المدرب كونتي، لا يرتبط حاليا بأي فريق عقب رحيله عن تدريب تشيلسي نهاية الموسم المنصرم، وحقق كونتي من قبل الفوز بالدوري الإيطالي أكثر من مرة، وتوج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له في قلعة ستامفورد بريدج. طبعا هذا كله ما لدينا، لدينا أخبار أخرى، ولكن نكتفي بهذا القدر من الأخبار عن الكلاسيكو. مشاهدينا، لكي نغلق صفحة الكلاسيكو وهذا اللقاء المثير والأهداف الغزيرة والمستوى المتذبذب للريال، يعني أرى بأن برشلونة لم يكن بأفضل حالاته، ولكن ريال مدريد
ساعد برشلونة كثيرا بأن يكون حاضرا ومتواجدا في هذا اللقاء. هنالك تذبذب في كافة الأصعدة على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، يعني على مستوى المساحات التي تركوها. أيضا هنالك تشتت فكري، أحيانا لم نعلم ماذا يعمل ريال مدريد في هذا اللقاء. اجتهادات فردية كثيرا كانت في هذه المباراة، بالتالي كان عنوان هذه المباراة بهذه الأهداف الغزيرة. نبقى مع الدوري الإسباني لكن بعيد عن الكلاسيكو، في إطار مباراة الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني الليغا، أيضا حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء. جاء الفوز في غاية الأهمية لفريق العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد للتواصل نحو القمة وخطف أكثر عدد من النقاط لتمنحه الأحقية في المراحل المقبلة من منافسات الليغا، خصوصا بعد هزيمة الريال القاسية أمام برشلونة. مشاهدينا الكرام، هذه انتقالة إلى فريق إشبيلية الذي حقق فوزا مهما على ضيفه هوسكا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي استضافها أصحاب الأرض. احتاجوا إلى الانتظار حتى الشوط الثاني لإحراز هدف التقدم عن طريق اللاعب بابلو ساريبيا في الدقيقة 65، ثم عاد ليضاعف النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 78. في الدقيقة 93 قلص بوليدو النتيجة للضيوف لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الأندلسي بهدفين مقابل هدف. بهذه النتيجة نجح فريق إشبيلية في زيادة رصيد نقاطه إلى 19 نقطة ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة صاحب 21 نقطة. جمهورنا الرياضي، دعونا نتوقف مرة أخرى مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص. لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. خسر ممثل الكرة العراقية نادي النفط أمام الهلال السعودي برباعية دون رد لحساب ذهب دور 16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية للأبطال. وجاءت أهداف الفوز لأصحاب الدار في الشوط الأول هدف واحد والثاني 3 أهداف. وحول هذا اللقاء أكد مدرب نادي النفط حسن أحمد في تصريح صحفي عقب المباراة أنه توقع خسارة فريقه أمام الهلال السعودي، ولكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة. وأضاف أحمد: الهلال استغل الأخطاء الفردية، ونتمنى أن نمحو الخسارة القاسية في موقعة الإياب. من جهته أوضح الكابتن حسن أحمد أن الاستنزاف اللياقي الذي ظهر على لاعبي النفط أمر مرتبط بمستوى الدوري العراقي والذي لا يرتقي إلى حجم المنافسة والقوة في الدوري السعودي. وعلق حسن أحمد حول مستوى الهلال السعودي قائلا: إن هناك ضعف واضح على مستوى الخط الدفاعي للهلال، وخصوصا في مركز الظهير الأيمن والأيسر، رغم ذلك لم نتمكن من استثماره لغياب اللاعب السريع. واختتم أحمد بالقول: لو كان نجم النفط محمد داود موجود لسجل الفريق هدفين أو 3 على أقل تقدير، فاللاعب زياد أحمد البديل لم يوفق في التسجيل رغم الفرص المتاحة. ويتجدد لقاء الفريقين إيابا يوم 30 تشرين المقبل في أربيل لتحديد هوية الفريق المتأهل لربع نهائي البطولة. جمهورنا الرياضي، نكمل مشوارنا مع الأخبار، وهذه المرة نعود إلى الأحداث المحلية وتحديدا بين الأندية العراقية في الدوري الكروي، حيث أعلنت لجنة المسابقات مواعيد الجولة 7 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وستنطلق منافسة الجولة يوم الأربعاء الموافق 27 المقبل بإقامة مواجهة واحدة فقط، حين يلاقي فريق الشرطة مضيفه الكهرباء على ملعب التاجي. وتستكمل مباريات الجولة في اليوم التالي بإقامة مباراتين، حين يلاعب الزوراء فريق البحري على ملعب الشعب الدولي، بينما يواجه فريق نفط الجنوب ضيفه النجف على ملعب الفيحاء
في البصرة، وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة الموافقة 9 من تشرين الثاني المقبل بإقامة 7 مواجهات، إذ يستقبل فريق القوة الجوية ضيفه أربيل على ملعب الشعب الدولي، فيما يكون الطلبة ضيفا على الميناء في المباراة التي يحتضنها ملعب الفيحاء بالبصرة، ويلاقي الكرخ على ملعبه ضيفه النفط، فيما يواجه نفط الوسط فريق السماوة على ملعب النجف الدولي، ويواجه الديوانية على ملعبه ضيفه فريق الحسين، وسيكون ملعب ميسان الدولي مسرحا لمواجهة نفط ميسان أمام الحدود، وأخيرا يواجه فريق الصناعات الكهربائية نظيره بغداد على ملعب التاجي. زياد يتقدم، زياد وجول، أولى شرارات المباراة تنطلق من النفط هذه المرة. زياد أحمد يسجل أول الأهداف من ركلة جزاء، يضعها على يسار الحارس نور صبري، وأول أهداف. مشاهدينا، يعني بخصوص مسابقة الدوري الكروي، يعني عدنا إلى نغمة التوقفات، وبطبيعة الحال يعني نخشى أن يشهد تنظيم وآلية الدوري العراقي بكرة القدم يعني هذا الموسم إرباكا أو ضعفا، يعني بسبب كثرة التوقفات وكثرة التأجيلات. يعني القلق بالتأكيد ينتابنا بصراحة جراء ما لاحظناه من تخبط واضح بالمواسم السابقة، جعلنا نهتم كثيرا بهذا الأمر ونتخوف ونخشى كثيرا من التداعيات. الجميع مهتما، إعلاما، جمهورا، ووسطا، رياضيا، الجميع مهتما ويطمح في رؤية تنظيم مدروس على أرض الواقع وآلية صحيحة وسليمة لطريقة تنظيم مسابقة الدوري، وبالتأكيد إيجاد حلول سليمة لعملية تنظيم الدوري من بدايته إلى نهايته، بحيث يعني لا يبقى هذا الأمر معقدا، لا يبقى هذا الأمر شائكا، ويبقى مردوده وانعكاساته يعني تكون أحيانا سلبية على المنظومة الكروية للأندية وحتى اللاعبين في الدوري وعلى المستوى العام للكرة العراقية. جو حلو، كما يتم خطر، جول جول جول. مشاهدينا، لأسباب عدة كل موسم والدوري العراقي بكرة القدم يدخل مرحلة الشد والجذب، بحيث الإعلام والمعنيين والمختصين يتطرقون دائما لهذا الموضوع، لا سيما والأندية المعنية بالأمر التي تعاني هي دائما وكثيرا ما تشتكي وتتذمر من الأمور التنظيمية، منها التوقفات، التأجيلات، وحتى من عدد الفرق المشاركة. بما أننا في مستهل الموسم الكروي الجديد، نتطلع يعني لبداية موسم منظم، كذلك هو الحال بالنسبة لأهل الشان من الأندية العراقية بشكل عام ونجوم الدوري العراقي بكرة القدم، الذين يتطلعون أيضا للأفضل ويحذرون بين الحين والآخر من التداعيات السلبية وأبعاد هذا الأمر على سير المنظومة الكروية. مشاهدينا، نتابع عددا من الرياضيين والإداريين المعنيين بالأمر، خليكم ويانا. والله بالحقيقة يعني من أول سنة احنا يعني قلنا 16، الرقم 16 هو مثالي، راح يكون فريق جيد جدا. يعني 16 يعني يكفي أن يكون فريق دائما راح توزع اللاعبين الجيدين، فتلعب انت 15 الى يعني كل مرحله 15-30 مباراة كلها مباريات عاليه. فلهذا شوف دائما من كانت الفرق يعني بزمن كان 12-14 فريق، لكن هسه توسعت الرقعه، اتمنى نكون 16 هو الفريق الفرق المثاليه للدوري. والله اعتقد انه البدايه تبشر بخير، لان احنا يعني احد الانديه اللي خاطبنا لجنه المسابقات على ان الفتره الزمنيه حسب الجدول السكيدجول اللي قدمه يعني مدرب الفريق، انه هناك يعني يحتاج الى فتره، لانه تاخرنا في نهايه الموسم السابق. نتمنى ان الكل يتساعد، يعني الانديه تتساعد مع لجنه المسابقات حتى نقدر يعني يكمل دوري مثل الدوريات الدول المجاوره، وتكون بدايه جيده وسلسه بالنسبه للموسم المقبل ان شاء الله.
هو اكيد يعني المفروض يعني المثالي 16 ولا بأس ان يكون 18، ولكن تعرف يعني انت اليوم الشعب العراقي هو شعب يعني حاب لكرة القدم. انديتنا كثيرة، المحافظات في الاندية كثيرة بدأت تتنامى. الاتحاد كرة القدم هو مقرر اصلا 3 سنوات ان يكون الدوري من 20 فريق، لذلك اعتقد هو القرار يعني يكون من قبل الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم اللي ممكن ان تضغط على لجنة المسابقات والعفو على المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم، واعتقد يعني هذا الشيء صعب في الفترة الحالية انه يتم تقليص عدد الفرق، والكل تعرف يعني من الصعب جدا ان يقلصون، بس اعتقد يعني اذا نقدر نمشي على 20 وبالتوقيتات المضبوطة هم انعم الله على الاتحاد. يعني بحقيقة في ظرف العراق وظرف دورينا العدد المثالي هو 16 فريق يكون في الدور الممتاز، يعني راح تكون يعني مباراة بيها جمالية، إضافة إلى تقارب الفرق تكون يعني بصراحة هو العدد المثالي للدوري العراقي هو 16 فريق لا أكثر. احنا فريقنا كفريق امانه بغداد وكنادي امانه بغداد تكلمنا مع الاخوان في الاتحاد وفي لجنه المسابقات، يعني وعدونا خير ان شاء الله خلال هذا الموسم. احنا حتى ما قدرنا نرتاح يعني تقريبا اسبوع الى 8 ايام وبدينا التعاقدات وشكلنا فريقنا، الراحه كانت قليله هذا الموسم. يعني تكلموا معنا قالوا يعني هذا الموسم راح يكون بدايه مبكره حتى النهايه تكون مبكره ان شاء الله، مع مواسم مع الفرق اللي العربيه والاوروبيه ان شاء الله تكون نهايه بشهر السادس راح يكون نهايه هذا الموسم. احنا علينا نعمل ونجتهد كنادي وهم الاخوان هم يعملون ويجتهدون كاتحاد، لكن تعرف احنا ظروفنا بالعراق ليس نموذجيه، ماكو نموذجيه، لكن الكل تعمل وتجتهد وراح ان شاء الله ينتهي الدوري بوقته ان شاء الله. حاضره وفرصه خطيره هذه داخل منطقه الجزاء، جول اول ياتي لصالح نفط الوسط عن طريق فارس حسون. جمهورنا الرياضي متواصلين في محورنا عن تنظيم آلية الدوري العراقي بكرة القدم، وذلك من اجل ايجاد حلول صحيحة وسليمة لطريقة تنظيم مسابقة الدوري، وهذا ما سيجعلنا يعني نتنقل مرة أخرى مع نجوم الكرة العراقية والمنتخبات الوطنية ونجوم الدوري العراقي من اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين، فضلا عن الإداريين والمشرفين على فرق الكرة، لتبادل الأفكار لتبادل الآراء معهم للوصول إلى طريقة مثلى لتنظيم الدوري. خلينا نتابع. أكيد عندما يكون عندك دوري ناجح يكون عددهم أقل، إحنا مو الدوري الإسباني أو الإنجليزي بمواصفات عالية، الأندية تمتلك ملاعب كثيرة وجاهزة، إحنا اليوم نعاني من الملاعب، يعني يجيك فريق ما عنده قدرة إنه يشارك، يعني دائما هو بدأ الدوري وبعدين بدأت الإشكاليات، إنه فلوس ماكو، الباص ما عندنا، أكل ما عندنا، فأعتقد اللي ما عنده قدرة إنه يشارك، أتمنى إنه كل نادي يعرف حجمه بالمشاركة، لأنه عندما يشارك في دوري النخبة عليك أن تسافر، إذا ما تمتلك الأموال أعتقد يعني ما تليق بالأندية أنه تبدي الدوري وبعدين تشك. أعتقد 18 إلى 14 إلى 16 يكون دوري مثالي، لأنه الصراحة دورينا إلى 3 أجزاء، 4 الزوراء والجوية والنفط والشرطة، والفرق أكثر من 25 نقطة، فارق شاسع. النص المتوسطين يعني أيضا الأماكن الدافة وهمهم أنه ما يهبط، والهبوط أنت لاحظت أنه الوضعية البائسة الأخيرة، وأعتقد دورينا من 16 إلى 18 إلى 14 فريق يكون دوري مثالي، لأنه فقط 14 فريق قد يكون أن يستحقون يلعبون دوري النخبة العراقي. والله كل ما يقل يعني 16 فريق هاي برأيي. والله أنا برأيي يعني كل الآراء محترمة، هي أكو جماعة تريد 24 وأكو جماعة 20، بس احنا كل سنه يعني ما عندنا نقول تخطيط او تنظيم للمسابقه. شلون يجي التنظيم؟ احنا نقعد بالمؤتمر مشاركين 20 فريق، احنا صح هو الاتحاد مو محني، اكو فرق يعني
يعني تلعب مرحله 31 تنسحب بسبب امور يعني ماديه، وهي كلها امور بها البلد. احنا نتمنى يعني نتمنى لو الدوري يصير 16 فريق يعني، او حتى لو 20 فريق ما يهم ما يخالف، بس يكون نظام الفريق اللي ينسحب، الفريق اللي ما يجي المباراه، يعني هاي كلها عوامل لازم توقيتات تصير صحيحه. صح احنا الظروف دي نعيش بها البلد، ظروف صعبه، مظاهرات او وضع الامني، كل هاي تاثر علينا. انا حتى انا دائما يعني اقول المسابقات الله يساعدهم ما يقدرون يخلون برنامج، يعني اربع فرق الجماهيريه تلعب بملعب الشعب، بالتاجي تلعب ثلاث فرق، بالصناعه تلعب فريقين، يعني شلون تصير المسابقه؟ يعني حتى هي التراخيص انا اقول هالسنه ما نجحت، حد يقول لي شلون؟ اقول عندي اعطيتهم تراخيص هي مو صحيحه، جينا لعبنا بها، شوف انت هذا ملعبنا من احسن ملاعب. احنا اليوم التراخيص قالت لا انتم ما عندكم من الجهه الثانيه جمهور، يعني ما عندنا مدرجات، يعني شلون لعبنا احنا؟ يعني نقول ما نجيب اسامي يعني غير نادي وغير نادي، اكو طبينا لعبات طبينا ما لقينا حمامات. اتمنى كل سنه لازم احنا نصحح اخطائنا كمسابقات او كرياضيين، نصحح المسابقه حتى الفريق يمشي. انت حتى مسابقه الدوري اذا هي ناجحه المنتخب مالتك يصير ناجح. نشوف احنا خلصنا الدوري، احنا دخلنا قبل دوري عربي، حتى فريق اللاعب ما اخذ استشفاء. شوف انت اللاعب يروح تعبان من دوري طويل سنه كامله تدخل قبل الدوري العربي، هذا ماكو تخطيط. او ندخل لاسيا، شوف هسه فريق المنافس احنا نلعب وياه صار له شهرين قاعد، خلص الدوري مالته ثلاث اشهر، شلون حيجيك باستعداد عالي؟ وهذا كل هذا نتمنى نعالج اخطائنا. زياد يتقدم، زياد وجول، اولى شرارات المباراه تنطلق من النفط هذه المره. مشاهدينا الكرام، نبقى مع نجوم الكره العراقيه والمنتخبات الوطنيه ونجوم الدوري العراقي من اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين والاداريين ومع جميع المعنيين بالكرة ومنهم الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين يسعون بكل تأكيد لإيجاد الحلول السليمة للارتقاء بواقع الكرة العراقية من أجل تبادل الأفكار للوصول إلى طريقة سليمة وصحيحة لتنظيم مسابقة الدوري. خلينا نتابع. الدوري العراقي في هذا الموسم تجاوز البعض من أخطائه وعيوبه، ولكنه في السنوات السابقة وحتى في هذه السنة كانت هناك عيوب كثيرة، منها التأجيلات، منها الانسحابات، منها المشاكل وشغب الجمهور أو الفقر المالي للأندية. ولكن في هذا الموسم إلى حد ما نستطيع أن نقول بأن تجربة الدوري سارت بشكل مقبول، ولكن لا يخلو من العيوب. في مقدمة العيوب هي أولاً أنا أعتقد أن عدد 20 فريق هو عدد كبير، والعدد المثالي والمقبول أظنه 16 فريق هو العدد المقبول والمثالي، لأن وجود 20 فريق يعني هناك ترهل في المباريات وترهل في انضمام بعض اللاعبين ذوي المستويات الضعيفة، وبالتالي تلكؤ 20 فريق أكبر من القواعد الجماهيرية وأكبر من إمكانيات الأندية، وبالتالي يعني حتى ستؤثر على أندية الظل أو أندية الصف الثاني الارتقاء. وأنا أرى أن العدد المثالي للأندية في الصف الأول في الدوري العراقي ربما 16 فريقا، وهذا ما يعمل عليه اتحاد الكرة في خلال الموسمين المقبلين. الموسم المقبل على وفق المقررات الأخيرة لجنة المسابقات والتي صادق عليها مجلس الإدارة سيكون 18 فريقا، والموسم بعد المقبل سيكون 16 فريقا. نأمل أن تفي الإدارة بوعودها في هذا الصدد. وصلت لنا ألم هاوي، أخذ كرة عرضية خطيرة خطيرة خطيرة. مشاهدينا، هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة رياضية جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.